أول مرة العلماء الأوروبيين شافوا حيوان البلاتيبوس أو خلد الماء كان سنة 1798. مش كل الناس كانت مقتنعة أن المخلوق ده حقيقي. بعضهم فكر أن في واحد مجنون جاب أجزاء من حيوانات مختلفة وركبها مع بعض عشان يعمل مخلوق مزيف، نفس فكرة فيلم فرانكنشتاين كده. البلاتيبوس أو خلد الماء مخلوق غريب جداً، عنده فرو ونوار ورجلين كده مسطحة وبيبيض وكمان بيفرس السم. طب هو تصنيفه ايه بالظبط؟ هل هو من الثدييات، بطة، نوع من الزواحف المشارة؟ محدش عارف. العلماء الأوروبيين كانوا برضو بيسألوا نفس الأسئلة دي اللي سكان أستراليا الأصليين كانوا بيسألوها من زمان. طبعا السكان الأصليين عملوا تفسيرات غير علمية، يعني كانوا شايفين إن هو نوع من التزاوج بين بطة ونوع من الفئران، وده طبعا أي كلام. وفي نهاية المطاف تم تصنيف البلاتيبوس أو خل الماء إن هو حيوان ثدي، أو بالتحديد ما يعرف باسم مونوتريم أو أحادي المسلك، وده نوع من الثدييات اللي بتبيض، وفي نوعين بس من الثدييات دي في العالم. لو رجعنا لكتب المدرسة زمان هنلاقي تعريف الثدييات إن هو حيوان فقاري من ذوات الدم الحار، عنده فروة، بيفرز لبن، وبيولد صغار وبيرضعه. البلاتيبوس واحد من الثدييات اللي بتبيض، وبالتالي هو واحد من الكائنات اللي تصنف كأحاديات المسلك، زي قنفذ النمل كده بالظبط، أو ما يعرف باسم كابنة. لما بيجي وقت وضع البيض، الإناث بتاعة البلاتيبوس أو خلد الماء بيحفروا الجحور بتاعتهم، بيسحفوا جواها وبيضعوا البيض بتاعه، وبيلفوه بين الجسم والديل لحد ما يفقس بعد حوالي 10 أيام. من هنا البلاتيبوس بيتصرف زي كل الثدييات اللي موجودة على الكوكب، بيرضعوا صغارهم لمدة 3 أو 4 شهور تقريبا لغاية لما يبقوا قادرين على السباحة لوحدهم. إزاي وليه قدرة على وضع البيض موجودة في الثدييات؟ عشان نلاقي إجابة للسؤال ده لازم نرجع بالزمن لفترة طويلة جدا إلى الماضي. من حوالي 340 مليون سنة فاتت أول حيوانات أمنيات أو ثدييات ظهرت على الأرض في شكل مخلوقات صغيرة شبه السحالي. ودلوقتي الحيوانات الفقرية اللي عندها أربع رجلين معروف عنها إن بيكون فيه زي غشاء كده بيحمي الجنين أثناء النمو، يعرف باسم أمنياتيك إيج، وده كان نتاج تطور سمح للزواحف لأول مرة إنها تبتدي تطلع تعيش على الأرض الجافة. الأسماك والبرميات مثلا لازم يبيدوا في المية عشان كده ما يقدروش يعيشوا بعيد عن المية، ولكن عن طريق الأمنياتيك إيج أو البويضة الثلوية دي زي ما تعرف بالعربي، الزواحف بتقدر تبيض في أي مكان تقريبا على الأرض الجافة. بعد كده الأمنيات دول انتشروا على نطاق واسع في الأرض، وبقوا الفقاريات البرية المسيطرة على حوالي 315 مليون سنة فاتت. انقسموا لمجموعتين رئيسيتين من الفقاريات ذات الأربع أرجل اللي لسه موجود النهارده. فرع منهم بيكون بيحتوي على الزواحف والطيور الحديثة، والفرع الثاني ضم الزواحف اللي هي الشبيهة بالثدييات اللي تطورت منها الثدييات الحديثة. الفرع ده من الثدييات تطور في النهاية عشان يكون عنده البويضة الثلوية أو الأمنياتيك إيج دي اللي بتنمو داخل رحم الأم، وكده بيحصل الحمل الداخلي. لكن في فرع واحد من الثدييات ممشيش على نفس المسار اللي هما أحاديات المسلك أو المونوتريمز، ويعرفوا أيضا باسم الثدييات البياضة. دول انفصلوا تقريبا عن سلالة الثدييات من حوالي 200 مليون سنة فاتت، ما اكتسبوش القدرة على الحمل الداخلي ولا فقدوا قدرتهم على وضع البيض. تحليل تسلسل الجينوم أو ما يعرف باسم الجينوم سيكوينسينج اللي اتعمل على بلاتيبوس أو خلد الماء أظهر إن في عدد كبير من الجينات المشتركة بين البلاتيبوس والطيور بالذات. المونوتريمز أو أحاديات المسلك كانوا هما الثدييات المسيطرة على المكان اللي يعرف دلوقتي بقارة أستراليا لفترة طويلة، لحد ما تم إزاحتهم بوصول قرايبهم الجرابيات مارسوبيلز. الجرابيات منشأها أصلاً في أمريكا الجنوبية وهاجروا لأستراليا عبر القارة العظمى جندوانا من حوالي 70 مليون سنة فاتت، وأجسامهم كانت طبعاً أكتر كفاءة في الحركة، وحملهم الداخلي كان بيسمح ليهم بحماية الصغار بتاعتهم بشكل أفضل، وعشان كده تفوقوا على المونوتريمز في كل النواحي تقريباً. وببطء انقرض كل المونوتريمز ما عدا اتنين، أنفذ النمل اللي هو الإكادنا والبلاتيبوس خلد الماء. السؤال هنا بقى، ليه البلاتيبوس وأنفذ النمل نجوا والباقي ما نجوش؟ واحد من الفرضيات اللي بتفسر ازاي البلاتيبوس استمر في مواجهة المنافسة الشديدة من الجرابيات هو قدرته على الحياة في المية، وهي بيئة ما تقدرش الجرابيات أو المارسوبيلز إنها تعيش فيها. أسلاف أنفذ النمل أو الإكادنا برضو زمان كانوا بيعيشوا جزئيا في المية، بس حاليا هو نمط حياة بري 100%.
الجرابيات او المارسوبيلز ما كانش بتقدر تعيش في البيئات المائيه، لانهم لما بيتولدوا لازم يعيشوا جوه الجيب او الجراب بتاع امهم لاسابيع عشان كمان فتره الرضاعه، ولو كانت امهاتهم اضطروا ينزلوا الميه اكيد طبعا الصغار دول كانوا هيغرقوا. البلاتيبوس مع نمط الحياه المائي بتاعه بيقدر يسيب البيض بتاعه في امان في العش ويتجنب افتراس المارسوبيلز ويشتغل لبيئته الخاصه بتاعته. وهو سباح ماهر وقدرته على الصيد تحت الماء بترجع لعده ميزات رئيسيه في الفسيولوجي بتاعته. الشكل بتاع رجله بيساعده ان هو يتحرك في الميه عن طريق استخدام رجليه الاماميتين للتجديف ورجليه الورا للتوجيه. وميزه تانيه بتساعده انه يفضل غاطس لمده بتوصل لدقيقتين متواصل هي قدرته ان هو يمنع تسرب الميه، يقدر يغطي ودانه وكمان بيقدر يقفل مناخيره وهو تحت الميه. ورغم مهارته في الصيد تحت الميه هو بيقدر يقفل عينيه تماما لما بيغطس. بفضل يعني نقدر نسميها حاسه سادسه مفيش اي حد تاني من الثدييات بيمتلكها، مش بيحتاج يشوف عشان يصطاد. عشان نشرح النقطه دي اكتر، اولا واحد من اكتر الاجزاء المميزه في البلاتيبوس هي المنقار بتاعه. على عكس المنقار بتاع البطه، المنقار بتاع البلاتيبوس او خلد الماء بيوصف ان هو مرن مطاطي ونحسه شويه كده لحمي مش كتله ناشفه، وبيقال ان السطح بتاعه بيبقى شبه جلد الشموع الى حد ما، وده يعتبر الاداه الرئيسيه للصيد عنده. بيقدر يصطاد وعينيه مقفولين تماما لان منقاره حساس جدا بطريقتين رئيسيتين، ميكانيكال ريسبتيف اند الكتريك ريسبتيف، الحس الميكانيكي والحس الكهربائي. الحس الميكانيكي بيعني الحساسيه للمؤثرات الميكانيكيه الخارجيه زي اللمس او الضغط، والمنقار بتاعه بيحتوي على مستقبلات ميكانيكيه تسمى بوش رود او قضبان الدفع، ودي أعمدة من الخلايا المكتظة اللي بتتحرك بشكل مستقل عن الجلد المحيط، ولما بيتم تطبيق ضغط أو اهتزاز على البوش رودز دي بينشط العصب بتاعها، والضغط مش لازم يكون كبير عشان يسبب النشاط ده، وكمان بيقدر يحس بأصغر الاهتزازات في المية، والمنقار حساس لدرجة أنه بيقدر يحس بحركة كائنات صغيرة زي جمبري المياه العذبة مثلا. لو هنيجي نتكلم على النقطة الثانية اللي هي الحس الكهربائي، كل الكائنات الحية بتطلع إشارات كهربائية من عضلاتها لما بتتحرك، وهو بيقدر عن طريق المنقار بتاعه يستشعر المجالات الكهربائية دي الناتجة من الفريسة بتاعته. المنقار ده بيحتوي على حوالي 70,000 غدة بتساعد في وظيفة الحس الكهربائي للمنقار، وآلية الحس الكهربائي دي بتتشابه إلى حد كبير مع اللي موجودة في أسماك مثلا زي سمك قرش المطرقة أو الهامر هاد. التيارات الكهربائية من المصدر بتاعها بتتنقل خلال المية بعدها عبر إفرازات الغدد اللي موجودة في المنقار دي، ودي بتحيط بالنهايات العصبية تحت سطح المنقار. الحس الكهربائي شائع في الأسماك ولكن تم العثور عليه في عدد قليل جدا من الثدييات لغاية دلوقتي، من ضمنهم البلاتيبوس وأنفد النمل. الإلكترو ريسبشن أو الحس الكهربائي ده كمان مش هو الميزة الوحيدة اللي عند البلاتيبوس اللي نادرا زي ما قلنا بتتواجد في الثدييات. لو صادف انك شفت كائن منهم لو هتشيله هيكون دايما من الحكمه انك تخلي رجله الخلفيه بعيده عنك، لان الذكور بتاعتهم بيكون عندهم كده زي شوكه على الجزء الخلفي من رجلهم اللي ورا ومتصله بغدد سم في بطنهم، وعلى الرغم انها مش مميته للبشر الا انها ممكن تسبب اعراض سيئه جدا زي مثلا غثيان، تعرق بارد، انتفاخ الغدد الليمفاويه، والم شديد فوري ما بيتخففش حتى باقوى المسكنات العاديه. طبعا الثدييات السامة دلوقتي نادرة جدا، في عدد قليل جدا منها معروف زي اللارس مثلا، وده القرد السام الوحيد المعروف اللي بيستخدم السم عشان يحمي نفسه من المفترسات، او حاجة كده من فصائل القوارض تعرف باسم شورت تيلد شرو، ودول بيستخدموا السم عشان يشلوا الفرائس بتاعتهم من الحشرات. الاعتقاد طبعا مع وجود الاسنان والمخالب ان معظم الثدييات طورت طرق اسرع بكتير لقتل الفريسة من السم اللي بيحتاج شوية وقت برضه عشان يقص. اللورس مثلا زي ما قلنا قبل كده يبان كائن لطيف جدا، لما بيرفع دراعته في الهواء تحس كده كانه بيطلب منك حضن. ما تتخدعش بالموضوع ده لان السم اساسا الغدد بتاعته بتكون موجوده تحت بطنه، واللورس بيلحس جزء اللي هو تحت بطنه، عارف الموضوع مقرف شويه، ولكن السم بيختلط باللعاب بتاعه وبيستقر كده في زي فتحات معينه في اسنانه، وبيبقى جاهز ان هو يأذي اي حاجه هو هيعضها. الموضوع كمان بالنسبة للشورت تيلد شرو اللي هو أحد فصائل القوارض، كمان برضو بيكون عندهم فتحات في أسنانهم ولكن السم بتاعهم بيكون جاهز اوريدي في اللعاب، وده بيكون بشكل مختلف
عن البلاتيبوس او خلد الماء اللي بيوصل السم بتاعه عن طريق الشوكه اللي موجوده في رجليه. ولكن المثير للاهتمام هنا ان في دراسه حديثه لقت ان كتير من البروتينات اللي موجوده في السم بتاعه هي نفس البروتينات اللي موجوده في سم الزواحف. ورغم ان الزواحف والثدييات يعتبروا انفصلوا من حوالي 315 مليون سنه فاتت، هل ده معناه ان السم ده نعتبره بقايا تطوريه من اسلاف البلاتيبوس الزواحف، ولا ممكن يكون مثال على تطور تقاربي مستقل للسم؟ وعن طريق تحليل الجينات بتاعت البلاتيبوس هم شايفين ان السم البلاتيبوس ده هو مثال غير متوقع على التطور التقاربي. يعني نقدر نقول ان الزواحف والبلاتيبوس طوروا سموم مشابهه رغم ان هم ما عندهمش سلف مشترك لمئات الملايين من السنين. العلماء لغايه دلوقتي لسه ما يعرفوش ليه عنده شوكه سامه، ولكن الاعتقاد ان هو ممكن يكون بيستخدمها في ممارسات تزاوج، دفاع عن الارض، والدفاع عن برضو الازواج بتوعه من البلاتيبوسز التانيه. دلوقتي نقدر نفهم ان خلد الماء او البلاتيبوس مش مجرد حيوان شكله غريب، وهو مخلوق متكيف بشكل ممتاز مع البيئه بتاعته. وبعض الميزات الغريبة بتاعته هي بقايا من زمن قديم جدا، والبعض الآخر ممكن يكون نتاج تطورات حصلت له على مدار ملايين السنين زي ما حصل في حيوانات كتير سواء أسماك، طيور، زواحف وهكذا. وده خليط عجيب جدا وغير متوقع من الصفات اللي ممكن تكون موجودة في كائن واحد. ولسه في قطع كتير من اللغز محتاجين نحطها مع بعض. العلماء دايما يكتشفوا اكتشافات جديدة وغريبة عن الحيوان الرائع ده، وشايفين ان في لسه اسرار كتير جدا مستخبيه بخصوص الكائن ده. ولو رجعنا تاني للمكان بتاع البلاتيبوس، لو بصينا على استراليا والجغرافيا الفريده بتاعتها، طبعا هي مليانه تنوع بيولوجي وبتجمع بين مناخات مختلفه زي الغابات الاستوائيه والصحاري، ومع طبيعتها المعزوله بقى فيها اغرب واشهر المخلوقات في العالم. والنباتات والحيوانات في استراليا فريده من نوعها، يعني نقدر نقول حوالي 80% من الحيوانات الموجوده في استراليا مش موجوده في اي مكان تاني على الارض. طبعا احنا ذكرنا التطور هنا في الحلقه دي، وزي ما اتكلمنا في حلقات فاتت يا جماعه، التطور ده مش حاجه تنفي وجود الخالق، بالعكس اللي بيفكر صح يفهم ان التطور اللي بيحصل في المخلوقات على مدار ملايين السنين ده يخلينا نفهم ان في خالق عظيم اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، وان كل اللي احنا بنشوفه كل الكلام ده اعجاز ربنا في خلقه. أتمنى تكون الحلقة دي عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وخليكم دايما متابعينا في حلقة جديدة من الحياة البرية مع ترمو.